طيب بسم الله، احنا كده شفنا في الديزاستر ريكفري فوليوم شادو كوبي، ده حل سريع كده ترجع بيه الداتا. قلنا ده ما ينفعش لو الهارد اتحرق، البارتيشن اتفرمط، الويندوز سقط، ما ينفعش خلاص بالسلامه. الشادو كوبي اللي انت عملتها دي هتطير. ريستور بوينت حل سريع كده لاستعاده الويندوز. اللاست نون جود كونفيجريشن حاجه سريعه كده ممكن تحل لي مشكله في الويندوز. السيف مود برضو بنعالج منها مشاكل. لو نسيت الباسورد بتاعت الادمن على البي دي سي، هنا لو دلت يوزر او كمبيوتر او جروب او ويو تقدر ان انت تايه ترجعها تاني. كل دي حلول حاجات كده مؤقته ما تنفعش معانا لو فرضا الهارد اتحرق، البارتيشن اتفرمت، ما تنفعش معانا. فاحنا بقى عايزين نشوف حلول قويه شويه على مستوى ثلاث حاجات مهمين جدا عايزين نأمنهم. الداتا بتاعتنا عايزين نأمنها كويس جدا جدا، ان شاء الله حتى الهارد يتحرق يبقى عندنا نسخه احتياطيه منها. السيستم بتاعنا، نظام التشغيل بتاعنا اللي هو بقى انت عملته وسطبته جواه برامج وهكذا. حاجه كمان ثالثه مهمه جدا، الاكتف دايركتوري بتاعنا. الاكتف دايركتوري ده حاجه متسطبه جوه السيستم، يعني احنا هنا على الجهاز ده مسطبين ويندوز سيرفر 2016، ممكن تكون مسطب عليه كذا حاجه من ضمنهم ايه؟ من ضمنهم الاكتف دايركتوري اللي هو جواه بقى ايه. الاكتف دايركتوري ده جواه اليوزرز والكومبا. انا عايز اخد باك اب من الاكتف دايركتوري، عايز امن الثلاث حاجات دول. هو فكره تامين الثلاث حاجات دول معتمده على حاجه بسيطه جدا، ان انت يبقى عندك نسخه باك اب. النسخه الباك اب دي محطوطه على سي دي هاي، على فلاشه، بحيث ان لو حصل مشكله تبدا تعمل ايه بقى؟ ريستور. هنشوف بقى ازاي نعمل الموضوع ده على مستوى الثلاث حاجات دول باحترافيه شويه. تمام؟ طيب نبدا بايه؟ نبدا مثلا بالداتا. بالداتا عايز امن الداتا. في حل سريع وسهل جدا من غير برامج من غير اي حاجه تقدر تامن بيه الداتا، بس في عيب كده. ايه هو؟ لو تفتكر فاكر موضوع الميرور، ان انا يبقى عندي ايه مثلا بارتيشن وفي ميرور منه، نسخه مرايه منه. تمام. هتحط هنا واحد يتسمع هنا واحد، اثنين يسمع هنا اثنين، ثلاثه يسمع هنا ثلاثه. ممكن بقى يكون ده عليه الداتا بتاعتي، وكده الداتا بتاعتي متكبيره اوتوماتيك فين؟ هنا نسخه طبق الاصل. اي تشينج هنا يسمع هنا، انا كده مامن نفسي ان شاء الله حتى ده كله يتحرق. بديل ليه، سواء بقى كان ده عليه داتا او عليه السيستم، صح كده؟ او عليه الاكتف دايركتوري بتاعي، عندي نسخه من افكرك بيها الطريقه دي كنا بنعملها ازاي. اهو نفتح ديسك مانجمنت. ممكن سيادتك عشان تامن نفسك قبل ما تحط الداتا بتاعتك، بص هانيشالايز هذا الديسك. انيشالايز، اوكي. هانيشالايز هذا الديسك، اوكي. هقوم جاي عامل بص نيو، لا نيو ايه بقى؟ ميرورد فوليوم. نيكست، اخد ده مثلا وده اخليهم الاثنين مرايه من بعض. نيكست، فينش. فينش. اهو دلوقتي الهاردين دول هيبقوا مرايه من بعض، هيظهر لك جوه بارتيشن واحد حجمه قد ايه؟ 20 جيجا. ها رغم ان دي 20 ودي 20، بس الاثنين هيبقوا شبه بعض. حط داتا تترمى هنا وهنا، بس في عيب خطير في السيناريو ده، ان فرضا في ملف انت غلطته ومسحته هيتمسح من الاثنين. فيروس نزل هي فيروس الاثنين. هو ده حل عملي جدا 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 لو هارد اتحرق، يعني داتا سليمه وموجوده بس هارد ايه؟ اتحرق، فالتاني موجود. والميزه هنا كمان ان مش هيبقى فيه داون تايم، يعني مجرد ما الهارد اللي موجود يقع التاني ايه؟ شغال مكانه على طول، مش محتاج ان انت تتدخل وتعمل حاجه او الدنيا تقع، لا الدنيا شغاله على طول. واخد اف اهو، تفتح انت بقى حضرتك ماي كمبيوتر وتقوم جاي حاطط الداتا في ايه؟ في الاف، تتكبير هي اوتوماتيك في الاثنين مع بعض. في اي سؤال في الحته ديت؟ ده بالنسبه للميرور، وعرفنا عيوبها ايه. طيب عشان كده احنا عايزين نشوف حلول تانية بقى.
حلول تانية ببرامج، برنامج اخد بيه باك اب من الداتا واخزنها على ستورج خارجيه، بحيث ان لو حصل مشكله الهارد كله اتحرق اقدر ان انا ارجع. ويا سلام بقى لو كانت الاستورج الخارجيه دي في مكان تاني خالص، ممكن تبقى في دوله تانية، بحيث ان لو الدوله اللي انت اصل ممكن ايه، بص لو انت عاملها على هارد خارجي، هنا الفكره ان عندي يكون هارد خارجي، ماشي هو هارد خارجي، الهارد الخارجي ده ممكن المكان اللي محطوط فيه الهارد الداخلي والخارجي يولع يتحرق صحيح. بالسلامه كده الاثنين، ممكن الشركه كلها تولع، ممكن كل الاكواد، ما هو ده بقى يبقى في دوله ثانيه. حصل مثلا في مش الشركه ولعت، الدوله اللي انت عايش فيها حصل فيها تسونامي مثلا مثلا، فالايه اللي هي الدنيا كلها اتدمرت. لا ما تقلقش، ده انا ممكن اخد باك اب على ايه، على سيرفرات في دوله ثانيه في الكلاود زي ما انت قلت كده. فهي الفكره ان انا يبقى عندي نسخه من الداتا بتاعتي على حاجه ايه اكسترنال. بس الكلام ده عشان اعمله، ازاي؟ في الطريقه التراديشنال التقليديه جدا اللي احنا طول عمرنا بنستخدمها، ان احنا نحط مثلا فلاشه، نحط سي دي، هاي نحط هارد ديسك، كوبي بيست، يعني تعمل كوبي، مش ده يعتبر نوع من انواع الباك اب؟ كوبي بيست بس خلاص كده. ولو حصل حاجه في الداتا بتاعتك اتحرقت مثلا، مش عارف هارد اتحرق، موظف ضيع داتا، عمل حاجه، حط الستورج الخارجيه واعمل كوبي بيست على، صح كده؟ طب بس في مشكله هنا في الكوبي بيست، هو انا كل شويه اقعد اعمل دلوقتي الموظفين كل يوم بيشتغلوا وبيعملوا حاجات جديده، اقعد انا مثلا كل يوم اخد كوبي بيست من الداتا الجديده اللي اتعملت؟ مفيش برامج تعمل لي الكلام ده اوتوماتيك؟ يعني احنا محتاجين شويه برامج كده. تعمل ايه بقى؟ ادي الهارد بتاعك جواه 1 2 3 4 ويوميا بيحصل تشينج في دول وبيتضاف عليهم حاجات جديده. انا عايز يوميا كده ببرنامج يشتغل مع نفسه اوتوماتيك، ياخد الجديد اللي هنا يحطه هنا، حاجه اتدلتت، حاجه اتضافت هنا تتحط هنا، حاجه اتعدلت هنا تتحط هنا مع نفسه. ممكن اخليه يوميا، ممكن اخليه اسبوعيا، ممكن يبقى شهريا، وهكذا حسب ايه حجم التشينج اللي بيحصل في الداتا اللي عندك. طيب عشان نعمل كده محتاجين برنامج. زي ايه كده؟ في برامج، كل برنامج من اللي انا هقوله ده ليه كورس لوحده. يعني في برنامج عاملاه شركه سيمنتك، عارف سيمنتك اللي عامله نورتون انتي فايروس، اسمه باك اب اكزيك. ده قوي جدا، مستعمل بقوه في الواقع العام. باك اب اكزيك ده تقدر تاخد منه باك اب سواء للسيستم بتاعك، الويندوز بتاعك، ببرامجك، بشغلك، تاخد باك اب من الاكتيف دايركتوري، تاخد باك اب من الداتا اللي عندك ويعمل لك الموضوع ده بسكيدول لوحده وهكذا، ولو حصل مشكله يبدا يرجع لك، تبدا انت ترجع الداتا تاني. ده برنامج اهو. في برنامج اسمه كي ال اس، في برامج كتير. احنا هندرس انهي برنامج من دول؟ هندرس البرنامج اللي بينزل مع الويندوز اللي مايكروسوفت زرعه لك جوه الويندوز، اسمه ايه؟ ويندوز باك اب. ما هو ده مجال دراستنا. انت بقى مش عاجبك الويندوز باك اب بتاع مايكروسوفت، روح حضرتك ادرس ده او ادرس ده واستخدمه عندك في الشركه، وده اللي فعلا بيستخدم بقوه في الواقع العملي، سيمنتك باك اب اكزيك. تعالى كده اوريه لك، انا حاطه في الماتيريال. لو دخلت يعني اسهل في اوبشنات اكتر بكتير، بس هتشتريه بفلوس ومحتاج تدرسه بقى، تشوف ازاي تتعامل معاه. الكورس كبير؟ لا مش كبير، الكورس صغير، ممكن تلاقيه معمول في 10 فيديوهات ولا حاجه، صغير، فيديو ساعه ولا حاجه بس. بس مش هو ده اللي احنا هندرسه مع بعض. بص لو دخلت ديزاستر ريكفري هتلاقيني هنا حاطط فين سيمنتك باك اب اكزيك، ده المفترض هي نفس الشركه اللي عملت كل الانتي فايروس، اللي عامله نورتون انتي فايروس، واللي عامله جوست، اللي عامله جوست. ايوه باك اب اكزيك تمام. عندك كي ال اس باك اب، عندك برنامج اسمه فيم باك اب، او ده ليه كورسات برضه لوحده. تمام. عندك ايه تاني؟ كان في واحد تاني اسمه باك اب فور اول، اهو باك اب فور اول.
ده برنامج صغنطط كده يعني، مش مشهور ده يعني، ده مش بيستخدم في الشركات، هو اللي بيستخدم بقوه. طب ايه الفروقات ما بينهم يعني، هتفرق في ايه؟ الفرق في الاوبشنات اللي فيه، زي ما احنا هندرس دلوقتي هقول لك الاوبشن ده ما تقدرش تعمله، الاوبشن ده تقدر تعمله. والحته بقى الاهم جوده الباك اب وجوده الريستور. بمعنى ايه؟ انت ممكن مثلا يبقى عندك بارتيشن اهو في داتا حجمها 500 جيجا، وبعدين تيجي بالويندوز باك اب ده تاخد منها باك اب، وبعدين ده يتحرق، فسيادتك رحت اشتريت هارد ايه؟ ها جديد. مفترض تعمل الباك اب بتاعك ايه؟ ها ريستور، ترجعه. تكتشف ان ال 500 جيجا دول ما رجعوش زي ال 500 جيجا دول، ممكن تلاقي فيه ملفات بايظه، ملفات ما اتاخدتش باك اب اثناء عمل الباك اب، كوربتد. فدايما دايما جوده اي برنامج في ايه؟ في كفاءه الباك اب بتاعته. ولما هتعمل ستور هل فعلا هتلاقي الملفات هي هي ولا ساعات مثلا لو ملفات الباك اب دي فيها مثلا ملف جوه ملف جوه ملف جوه فولدر جوه فولدر جوه فولدر جوه فولدر وجواهم فايل في الاخر وداتا بقى ثانيه، تيجي تاخد باك اب البرنامج الباك اب ما يعرفش ياخد باك اب من الملف اللي هو امتداده طويل زي ما انت شايف، فولدر جوه فولدر جوه فولدر جوه فولدر. فهتكتشف بعد عمل الريستور ان الملف اللي كان موجود هنا اللي هو جوه فولدر جوه مش موجود في ايه؟ مش موجود في الباك اب بتاعه. تمام. فاحنا اللي هندرسه مع بعض ايه؟ اللي هو الويندوز باك اب. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ عايزين بقى عن طريق الويندوز باك اب نتعلم ازاي نباك اب داتا، ده اللي هنبدا بيه. ازاي نباك اب الاكتف دايركتوري بتاعنا، ده طبعا هيبقى على السيرفرات. ازاي نباك اب السيستم بتاعي الويندوز بتاعي، هنا بقى هيبقى الويندوز بكل ما يحتويه من برامج وكل حاجه بما فيهم مين؟ الاكتف دايركتوري. او لو انت عايز تباك اب الاكتف دايركتوري بس از يو لايك. ازاي اعمل حاجه زي كده؟ بص يا سيدي على ده، سواء بقى 2008 الكلام اللي انا هشرحه دلوقتي ينطبق على 2008 و2012 و2016 الثلاثه. لو فتحت سيادتك السيرفر مانجر هتلاقي هنا في تولز تحت كده ويندوز سيرفر، ايه تفتحها. لما سيادتك هتفتحها هيقول لك اسف هذه التول مش انستول. بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك فين ويندوز سيرفر باك اب از نوت ايه انستولد اون ذيس كمبيوتر. فهو بيقول لك عشان تنسول اد رول اند فيتشر وكمل بقى، اختار ويندوز سيرفر باك اب فيتشر. يبقى انا هضطر ان انا اقفل ده تاني واقول له انا عايز اد ايه؟ عايز اد رول نكست 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 في الفيتشر. ها انزل تحت كده هتلاقي ويندوز سيرفر باك اب. بص سيادتك لما هتسطب ديت هتقدر تعمل موضوع الباك اب ده، موضوع الباك اب والريكفر او ريستور الاثنين بنفس المعنى، يا اما هتعمله جي او اي يا اما تعمله بايه؟ باوامر بكوماندات. تمام كده. فكان ايام ال2008 وال2012 لما كنت اجي اخش هنا كده كان يجيب لي اختيارين تحت دي، يجيب لي اختيارين، اختيار عشان يشغل الجي او اي واختيار عشان يشغل الكوماندات. فلو انا مش هستخدم كوماندات ما كنتش بعلم على الكوماندات، لو هستخدم كوماندات بعلم عليه. هنا انت هتعلم على ده هو هينزل لك معاك كوماندات اوتوماتيك، يعني هيشتغل اما بكوماندات او بايه؟ او بجي او اي. تمام. كان في 2012 2008 يجيب لك كده اوبشن يقول لك كوماند لاين تولز، انا هعلم على دي خلاص نكست انستول.
يبقى الويندوز باك اب ده شفناه كده فين؟ في 2008 و2012 و2016. مجرد ما هسطب هذه التول هنسيبها تسطب. المفترض بقى بعد ما تسطب عايز استخدم كوماندات عشان اخد باك اب واعمل ريستور والكلام ده كله استخدم كوماندات. عايز استخدم جي او اي افتح ايه بقى؟ الويندوز سيرفر. ايه سيرفر باك اب بس بعد ما ايه تخلص الاول. طيب في 2003 بقى، في 2003 وانا متعمد هنا ندرس 2003 عشان بس نفهم انواع الباك اب. يعني احنا عايزين نفهم موضوع الباك اب والريستور ده بصفه عامه، اللي احنا هندرسه ده يخليك تشتغل على اي برنامج سواء كان ال 2003 او ال 2008 او 2012 او حتى لو انت درست برنامج من البرامج اللي احنا قلنا عليها كي ال اس باك اب وهكذا. هنا بقى لو فتحت ستارت ادمنستريتيف تولز هتلاقي هنا حاجه اسمها فين 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 هي في كنترول بانل سيستم تولز. في حاجه اسمها ان تي باك اب فين راحت فين؟ هنعمل لها شورت كات كده، شورت كات ان تي باك اب دي تعادل ايه؟ تعادل في ال 2008 وانت طالع اللي هي الويندوز سيرفر باك اب. هو ما سطبش ليه؟ طب هوقف الريكوردنج واسطبها. اه محتاجين نزود الميموري بتاعت الاخ ده فهزودها ونسطبها. اي خلاص كده هنا انستليشن سكسيدد كلوز. افتح بقى دلوقتي تاني تولز ويندوز سيرفر باك اب هتلاقي بقى الفيتشر اشتغلت. هيعمل بس سكان الاول عشان يشوف الهاردات اللي واصله في الجهاز اللي هي ان شاء الله بعد كده هيعمل لها ايه؟ هيعمل لها باك اب. لسه بيحمل. اهو بليز ويت. تمام كده بيقول لك انت عمرك ما عملتش اي باك اب قبل كده خالص، والمفترض بقى ابدا باك اب من هنا. ممكن اخلي الباك اب يشتغل بايه؟ بسكيدول مع نفسه يوميا اسبوعيا شهريا حسب ما انت تحدد. ممكن تعمل ريكفر بتحدد من هنا نوع الباك اب اللي هيتعمل، وده اللي احنا عايزين نبدا بقى بدراسته ونعرف ايه هي انواع الباك اب. قبل ما ناخد باك اب ندرس الانواع الاول. طب يعادل ده في 2003 ايه؟ كان ايام 2003 عاملين تول لذيذه رائعه كده اسمها ان تي باك اب. شفت انا عملت شورت كات كتبت فيه ان تي باك اب ادي التول اهي هتفتح معايا من غير ما اسطب حاجه ومن غير ما اعمل حاجه. من اول 2008 وانت طالع لازم تسطب الايه؟ الفيتشر. طب بص في طريقه ثانيه من اول بروجرام ستارت اول بروجرام اكسسوارز سيستم تولز تقوم جاي فاتح ايه؟ الاوبشن اللي اسمه باك اب ده. 2003 2003 اه هيفتح لك نفس اللي انا ايه؟ ستارت اول بروجرام اكسسوارز هي اه باك اب ان تي باك. 2003 في انواع كتيره من الباك اب. من اول 2008 و2012 في انواع بسيطه مش محتاجين للانواع دي. ها؟ انا نفس الويندوز موجود يعني. اه وفي اكس بي برضه على فكره. انا في اكس بي لو رحت عملت لوجن كتبت برضه عملت شورت كات كتبت ان تي باك اب ان تي باك اب نيو شورت كات هلاقيها هي موجوده انتي اه. بص بقى لو انت مثلا على 2003 ده وتخيل معايا كده مثلا ان مثلا خليني اكريت بارتيشن. هو هنا مفيش غير السي بس. المفترض بقى احنا نعمل مثلا دي ونحط جوه الداتا بتاعت الموظفين. فانا هخش هنا في ديسك مانجمنت نيكست
هبص هكريت البارتيشن ده. عملت بارتيشن ده الاي افتحه اوبن هحط فيه داتا. ادي ملف تكست، ملف تكست كمان، ملف تكست كمان اهو. تخيل معايا ان هي دي داتا عن الموظفين وانت عايز تامنها وتاخد باك اب ليها. المفترض والافضل ان الباك اب ده في الواقع العملي يبقى على هارد ايه؟ على هارد تاني. عشان كده انا هاجي هنا على ده كده واقول له نيو بارتيشن، عشان ده اللي نبقى نخزن عليه الباك اب من الداتا اللي احنا ايه. بس ممكن يبقى الباك اب في بارتيشن تاني على نفس الهارد براحتك، بس الافضل يبقى على هارد تاني. بتعمل ايه بقى؟ تقوم جاي فاتح التول دي وتقول له نيكست. انت عايز تباك اب ولا تريستور او تريكفر؟ انا عايز اباك اب. حسب حسب انت عايز. احنا لسه هنعمل باك اب. نيكست. يقول لك all information on this computer، يعني تاخد باك اب من السي والدي والاي وكل البارتيشن بالويندوز بكل حاجه، ولا ليت مي تشوز؟ اكيد طبعا هقول له ليت مي ها تشوز نيكست. طب فجاب لك بقى الحاجات اللي انت عايز تاخد منها باك اب. اقول له والله بص يا عم في ماي كمبيوتر انت احنا عايزين ناخد باك اب من انهي بارتيشن اللي حطينا فيه ملفات التكست دي اللي هو الاي. فاقول له والله انا عايز اخد باك اب من الاي. هنا ممكن بمزاجك عايز تاخد باك اب من الاي كله as you like، عايز تاخد باك اب مش من الاي خالص، من بعض الملفات جوه الاي، من فولدر بعينه as you like براحتك. تعرف في برامج باك اب بيجبرك غصب عنك ان انت تاخد باك اب من البارتيشن كله. يعني في 2008 في 2008 اسمع خلي بالك 2008 ار 1 و2008 ار 2 2008 ار 1 ما كانش ينفع اخد باك اب غير البارتيشن على بعض. ودي بقى بص فروقات من 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 برنامج لبرنامج. ها الويندوز باك اب اللي كان نازل مع 2008 كان عقيم من اول 2008 ار 2 وانت طالع طوروه شويه. هنا ما شاء الله في 2003 عايز تاخد باك اب من الهارد البارتيشن كله براحتك. ده انت تقدر هنا تاخد باك اب ان شاء الله حتى من داتا متشيره على جهاز تاني. يعني الداتا اللي انت هتاخد باك اب ليها وتخزنها عندك مش موجوده عندك اصلا، ده فولدر معمول له شير. في برامج ما بتعرفش تاخد باك اب الا اذا كانت الداتا موجوده على ايه؟ على نفس الجهاز، واخد بالك؟ وده اللي هنشوفه في 2008 و2000 ما ينفعش تاخد باك اب الا الداتا موجوده على نفس الجهاز. طب يا عم انا عايز اخد باك اب من الداتا متشيره على جهاز تاني. لا ما ينفعش. وده الفرق ما بين برنامج وايه؟ برنامج في الامكانيات بتاعه. انا عايز اخد باك اب من الاي بس. طب وبعدين نيكست. هتخزن الباك اب ده فين؟ قلنا الافضل ان انت تحطه في بارتيشن مختلف. بس هنا بقى عايز تحط الباك اب مثلا على الديسك توب مش هيقول لك لا. عايز تحط الباك اب في نفس في بارتيشن تاني ماشي. في نفس البارتيشن اللي بتاخد منه داتا ماشي. ما هو انت الصح ان انت بس كده لو انت معاك الباك اب وفرضا الملف ده اتدلت، الملفات دي اتدلتت، هيبقى عندك ملف باك اب ليهم صح كده؟ عايز تحط الباك اب على فولدر متشير على جهاز تاني، يعني ترمي الباك اب على جهاز في حته تانيه خالص براحتك. في برامج باك اب ما بتقول لك ايه؟ احنا اسفين ما ينفعش تحط الباك اب الا على هارد تاني. يعني عارف لو جيت اقول له انا عايز احط الباك اب في نفس البارتيشن اللي انا باخد منه باك اب يرفض. قلت له انا عايز احط الباك اب على بارتيشن تاني بس البارتيشن التاني ده في نفس الهارد يرفض. يقول لك لا لازم هارد مستقل. طب يا عم عايز اخزن الباك اب على داتا على فولدر متشير، ممكن تلاقيه يقول لك لا انا ما عنديش الخاصيه. ده الفرق ما بين برنامج باك اب والتاني. تمام كده؟ احنا بالنسبه لنا هنخزن الباك اب فين؟ ها؟ في الاف. بيعمل ايه بقى؟ هنا في 2003 ها؟ الكلام ده في 2003 مش في 2000. بيعمل ملف امتداده دوت بي كي اف. بي كي اف. الملف ده اللي هيبقى ان شاء الله بنخزن فيه الباك اب. اقول له هنا هيسموه لك ايه؟ باك اب دوت بي كي اف. عايز تغير اسمه غير اسمه براحتك. اقول له هنا ايه؟ سيف. سيف في الاف. غير اسمه لو عايز. نيكست. بص
ما سالنيش على نوع الباك اب. طيب اجي بقى انا في ادفانسد الاقي ما شاء الله ما شاء الله في عندنا حاجه اسمها نورمال باك اب، كوبي باك اب، انكريمنتال باك اب، ديفرنشال باك اب، ديلي باك اب. هو ده بقى اللي احنا عايزين ندرس انواع الباك اب كده بالتفصيل واحده واحده. نبدا بايه؟ بالنورمال باك اب. بسم الله. اول نوع بيسموه النورمال باك اب او بيسموه الفول باك اب. فول باك اب ايه الفول باك اب؟ لو سيادتك عندك بارتيشن، البارتيشن ده جواه واحد واثنين وثلاثة واربعة، ده محتوى الداتا اللي جوه البارتيشن في فولدر معين جوه. لو اخدت باك اب من نوع فول اهو، فول هو باين من اسمه نورمال، هاخد لك باك اب من ايه؟ كل شيء، من ما كل حاجه، واحد واثنين وثلاثه واربعه، تمام كده. بس احنا في الوطن العملي بنعمل ايه؟ اول مره ناخد باك اب بناخد باك اب من نوع فول، عشان اخترعوا لنا نوع لذيذ كده من الباك اب اسمه ايه؟ رائع جدا، اسمه انكريمنتال باك اب. ايه الانكريمنتال باك اب ده؟ بناخد باك اب من الداتا اللي حصل فيها تغيير فقط، او الداتا اللي اتحطت جديد فقط. تخيل معايا لو 1 و2 و3 و4 دول حجمهم 500 جيجا مثلا، خدنا منهم باك اب النهارده حطيناه، يبقى ده كده ايه؟ باك اب 1 ده اتاخد النهارده، دول قد ايه؟ 500 جيجا. اليوم اللي بعده، اليوم اللي بعده، كل اللي عملته ان انا زودت فايل صغنطه رقم 5. طب عارف لو انا جيت اليوم اللي بعده اخدت فول باك اب تاني هنزيد 500 شويه 500 طب ما انا يا عم واخد باك اب من 1 لحد 4، ايه اللي يخليني اخد باك اب تاني؟ فعشان كده انا اليوم اللي بعده هقول له لو سمحت خد باك اب من نوع ايه؟ يقوم جاي شايف بس الحاجات الجديده اللي اتضافت بعد اخر ايه؟ فول باك اب. اخر فول باك اب كان فيه 1 و2 و3 و4، انت زودت 5، فلما تاخد تاني يوم الانكريمنتال باك اب ده ياخد لك باك اب من كام بس؟ ها؟ من 5 بس. يبقى ده كده باك اب كام؟ باك اب 2. اليوم اللي بعده زودت 6، فتاخد باك اب برضه من نوع ايه؟ ها؟ انكريمنتال. يقوم جاي واخد لك باك اب من مين بس؟ من 6 بس. من الاخر بياخد لك باك اب من التعديلات اللي انا ممكن اعمل ايه على مدار الشهر. اول يوم في الشهر اخد باك اب فول، وبعد كده يوميا اخد انكريمنتال. الميزه في الانكريمنتال ان هو بيشوف الحاجه اللي اتعدلت بس، او الحاجه اللي اتضافت جديده بس، بياخد منها باك اب، وبالتالي ده بيخلي الدنيا اسرع. لكن انا لو يوميا قعدت اخد فول باك اب ودول 500 جيجا كل يوم اخد 500 باك اب، طبعا هياخد وقت كبير عقبال ما اخد باك اب وبالظبط مساحه وهكذا، فده هيبقى انكريمنتال. طب بص اليوم اللي بعده ما ضفتش حاجه جديده، بس بص بص عدلت في الفايل رقم كام؟ 3. يوم جاي هنا في الانكريمنتال واخد باك اب من مين بس؟ ها؟ من 3 بعد الايه؟ ها؟ يبقى خلي بالك 3 كده مكرر. في الفول باك اب موجود قبل التعديل، لكن في الانكريمنتال باك اب ده موجود بعد ايه؟ بعد التعديل، صح كده؟ وهكذا بقى انكريمنتال انكريمنتال انكريمنتال. فعشان كده واحنا بنعمل باك اب دلوقتي هتلاقيه بيقول لي هو انت عايزه نورمال اللي هو الفول، ولا عايزه ايه؟ انكريمنتال. اكيد في اول مره هنحتاج ايه؟ هنحتاج النورمال، صح كده؟ نيكست. تحب افيريفاي داتا افتر باك اب؟
مش احنا اتفقنا مع بعض ممكن البقب اللي يتاخد نفسه يبقى بايظ، وبعدين لما تحصل مشكله وتيجي تعمل له ريكفر تلاقي فيه 10% بايظين. فهنا فيريفاي معناها ايه؟ بعد ما يخلص بقب يتاكد ان فعليا نسخه البقب اللي اخدها مطابقه للداتا الايه؟ ها الاصليه، مفيش اي اختلاف ايه ما بينهم، عشان تضمن لما تعمل ريستور ان شاء الله. ايوه بالظبط، ده معنى الفيريفاي. بس الفيريفاي ده هياخد وقت شويه، لانه بيبدا يقارن ما بين البقب اللي اتاخد والداتا الاصليه يتاكد ان هم ماتشد 100%. فعشان كده انا مش هعلم صح على الاوبشن ده. نيكست. سيب الاوبشن ده دلوقتي، هنعرف لازمته ايه كمان شويه. نيكست. تحب اعمل لك الكلام ده ناو ولا بعدين؟ لا ده انا عايز الفول باكب ده يتاخد ايها ناو دلوقتي. نيكست. يلا ابدا كده. هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا. بس عايزك تلاحظ حاجه قبل ما يبدا عمليه الباكب. لاحظ حرف الايه ده. اي فايل قدامه حرف ايه؟ حرف ايه دي اختصار اركايف. اختصار اركايف، تمام. هنكتشف بعد ما ان شاء الله نخلص البقر ان حرف الايه ده ايه اللي حصل فيه؟ هيختفى. هيختفي، مش هيبقى موجود. معنى ان حرف الايه ده اختفى ان الملفات دي تم اخذ بقب ليها. يعني طول ما حرف الايه ده موجود معناها ان الملفات دي ما اتعمل لهاش بقب قبل كده خالص. حرف الايه ده مش موجود يبقى الملفات دي اتعمل لها بقب واتأمنت. فحرف الايه ده معناه اتاخد بقب ولا ما اتاخدش، باختصار اركايف، تمام كده. طب هقول له ايه بقى دلوقتي؟ فينش. بدا اعمل. في ميزه كمان هنا في عمليه البقب، ان حتى لو كان الموظفين فاتحين اي ملف من الملفات دي وشغالين عليه ما بيأثرش على اي حاجه، يعني البقب هيشتغل زي الفل حتى لو الموظفين شغالين. كومبليتد، تمام. الفايلز اللي خدنا لها باك اب اهي، حجم الداتا اللي خدنا لها باك اب اهي. كلوز. خلصنا كده عمليه الايه. روح بقى دلوقتي افتح ماي كمبيوتر، افتح الاف، هتلاقي الفايل اسمه ايه؟ بي كي اف فايل. هو ده اللي اتخزن جواه الباك اب اللي احنا خدناه دلوقتي. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب انا امنت دلوقتي الدوله من 1 لحد 6، صح كده؟ طيب هفتح تاني نيكست. عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اقول للويندوز، بقول لك ايه بقى؟ مع نفسك يوميا، ها؟ تفتح البرنامج لوحدك سكيدول بقى يوميا، مثلا الساعة 9 مساء تاخد باك اب وتقفل لوحدك. بس المرة دي هخليه باك اب من نوع ايه؟ انكريمنتال، ياخد التعديلات بس اللي ايه؟ اللي حصل. دي أول مرة بيكون. بص لاحظ حاجة، شايف حرف الايه اللي حصل فيه؟ رائع. طيب أنا هعمل ايه دلوقتي؟ هقول له أنا عايز أباك اب. All information، لا let me choose next. أقوم جاي داخل هنا في ماي كمبيوتر، عايز أخد باك اب برضه من الايه؟ من الايه؟ next. هتخزنه فين؟ في الاف، في نفس الفايل. يعني بص هخزنه في نفس الملف اللي هو ده. ممكن اخزنه في ملف تاني او براحتك، انا هخزنه في نفس الايه؟ في نفس الملف اللي هو اسمه باك اب. نيكست. هنخزنه في نفس الملف، بس خد بالك بص على ادفانسد، والمره دي اختار ايه بقى؟ انكريمنتال. وبعدين اقول له نيكست. نيكست. بص بقى هنا يبان الاوبشن اللي انا فوتته من شويه. بيقول لي ايه؟ بيقول لي حضرتك اخترت ان انت تخزن الباك اب ده هنا. طب افرض لقينا باك اب موجود اوريدي، هنا في باك اب موجود اوريدي ولا مفيش؟ في. اعمل فيه ايه؟ احط الباك اب الجديد جنب اخوه، ابند احطه جنبه يعني، جنب الاكزيستنج باك اب، ولا ريبليس؟ اوعى تختار ايه بقى هنا؟ ريبليس. هيشيل الفول باك اب ويحط مكانه الانكريمنتال اللي فيه التعديلات بس. يبقى انت كده خيرت الايه؟ الفول باك. عشان كده انا هنا عمري ما هختار الاختيار الثاني، انا هختار الاختيار الاولاني. نيكست. ناو ولا ليتر؟ لا هقول له ايه بقى؟ ليتر. جوب نيم، باك اب، اي حاجه، باك اب ماي
داتا. السكيدول امتى؟ اقول له بقول لك ايه، تشتغل كل يوم ما تقرفنيش اهو ديلي، احنا بس عايزين الوقت يبقى حاجه ايه قريبه شويه عشان نتست. المفترض البرنامج يفتح لوحده ياخد باك اب مع نفسه ويقفل مع نفسه. هعمل ايه؟ اخليها مثلا 6 و 10 مثلا. سكيدول تاسك ديلي افري وان داي، كل يوم الساعه 6 او 10 بي ام. واقول له هنا اوكي. بيقول لي طب دخلي الباسورد بتاعت الادمنستريتور. انا مش عامل له باسورد. نيكست. اوكي. بيقول لي متاكد ان هو مالكش دعوه يعني. انا بس قبل ما ادوس فينيش خلي بالك، هو دلوقتي لو عمل انكريمنتال باك اب الساعه 6 و10 دقايق مش هياخد باك اب لحاجه. ليه؟ لان اصلا انا ما حطيتش حاجه. بص بقى، هحط ملف جديد اوتوماتيك. الملف الجديد هتلاقي قدامه حرف ايه؟ الايه. طب بص هعمل ايه كمان، هحط كمان ملف جديد وهاجي على ملف من اللي موجودين اللي هو رقم 5 ده، هعدل فيه. مجرد ما تعدل في ملف اوتوماتيك ترجع له ريفرشايه، يرجع له حرف الايه. تمام. ما هو بص 7 او 8 طالما قدامهم حرف الايه معناها ان دول ملفين جداد لسه ما اتعملهمش ايه اركايف. طب 5 رجع له حرف الايه لانه تعدل فيه، ما اتعملوش باك اب بعد الايه التعديل، صح كده؟ يبقى السيستم هنا بقى ان شاء الله الساعه 6 و10 دقايق هيعمل ايه؟ يوم جاي داخل على الايه ويبص فقط على الملفات اللي قدامها حرف ايه؟ الايه، وياخد منها هي بس بقى. يبقى كده ظهر معانا ازاي السيستم هيعرف الملفات الجديده من القديمه اللي اتعدلت من اللي ما اتعدلتش. ها؟ عن طريق حرف ايه؟ حرف الايه زي ما انت شايف كده، اركايف. طبعا هقول له فينش كده. المفترض ان شاء الله اول ما تيجي 6 و10 هيتاخد باك اب ليها. طب افرض يا عم الملف ده، الملف ده انا مش عايز لما يجي ميعاد الباك اب يتاخد باك اب. رايت كليك عليه حضرتك، بروبرتيز ادفانسد، شايف الفايل ده الاوبشن ده؟ لو لغيت الصح اللي عليه تلاقي حرف الايه اختفى، يعني كاني بقول له ايه؟ اعتبره اتعمل له باك اب. بص لو دوست اوكي. اوكي، شفت ايه اللي حصل حرف الايه؟ طب انا هرجع تاني طبعا احط له بيرتز ادفانسد عشان يتحط فين؟ ها، يتحط في المكان. يعني انا ممكن اتلاعب في حرف الايه ده لو انا عايز. صحيح. وصلت؟ المفترض بقى الساعه 6 و10 هيفتح ويعمل باك اب ويرجع ايه، يرجع يقفل مع نفسه. مع نفسه بدون اي تدخل منه. لا بس هيفتح لي الصفحه هنا هتبان لي. انت اصلا لو فتحت ستارت ادمنستريتيف تولز وجبت هنا، لا ما اول بروجرام سيستم اكسسوارز سيستم تولز، فتحت السكيدول تاسكس دي فاكرها كنا شرحناها في فيديو لوحده، هتلاقي ان هو مظبط نفسه ان شاء الله ان هو هيباك اب ماي داتا الساعه 6 و10 كل يوم وبادئ من النهارده. تمام كده؟ يبقى ده كده بالنسبه. خد بالك بقى، احنا هنا لما كريتنا 5 و6 اتحط قدامهم حرف ايه؟ الايه. ولما عدلنا في 3 ايه؟ لما الانكريمنتال باك اب هياخد باك اب من 5 يقوم جاي عامل لي في حرف الايه؟ خلاص، لان انا كده امنت. ياخد باك اب من 6، ياخد باك اب من 3 بعد التعديل. يعني خد بالك، الفول باك اب بياخد باك اب من الداتا ويشيل من قدامها حرف الايه. الانكريمنتال باك اب بياخد باك اب من الحاجات اللي قدامها حرف الايه فقط وبعدين يشيل من قدامها ايه. خلي بالك الفول ما بيفرقش اللي قدامه ايه، ما فيش قدامه ايه، فول بياخد باك اب ليه ويشيله، لو موجود يشيله، مش موجود خلاص. تمام كده. نرجع بقى للاخ ده. خلاص يعني طيب.
بص مع نفسه فتح مع نفسه وقفل مع نفسه تمام كده. وهكذا بقى الكلام ده هيحصل ايه يوميا الساعه 6 و10 مع نفسه. يا ريت طبعا تخلي ميعاد الباك اب ده في غير اوقات عمل الموظفين عشان ما بقى وهو بياخد باك اب بتبقى الدنيا بطيئه شويه، وكمان بعد وقت العمل عشان يبقى الموظفين عملوا تعديلاتهم وشغلهم وفي الاخر نأمن نفسنا. طيب يا سيدي احنا كده شفنا النورمال باك اب او الفول باك اب والانكريمنتال باك اب. تعالى بس قبل ما نشوف باقي الانواع نشوف ازاي هنعمل ريستور. يعني فرضا دلوقتي بقى الاي ده بكل اللي فيه اللي حصل فيه ده بص هنا بقى لو ان شاء الله حتى يكون اتفرمط ولا يشغلني، اتحرق خالص باص خالص البارتيشن ولا يشغلني في حاجه، لان انا مأمن نفسي على ايه؟ على هارد تاني او على فلاشه او على سي دي هاي او على اي حاجه تانيه. اقول له اوكي انا كده فرمطت الايه؟ اوكي ولا تشغل بالك حضرتك تروح تفتح الايه؟ الباك اب بتاعك. بص هعمل ايه بقى؟ دبل كليك عليه على الفايل اللي هو امتداده دوت بي كي اف ده واقول نيكست. والمره دي هقول لهم عايز اعمل ايه بقى؟ ريستور. عايز ارجع بقى الداتا اللي موجوده جوه هذا الباك اب. ريستور نيكست. فهو اوتوماتيك هيستعرض لي الباك ابز اللي اتخزنت هنا. فبص بقى بيقول لي ايه؟ احنا خدنا مرتين باك اب من اليوم. اول مره كانت هي دي الحاجات اللي موجوده جوه دي. الملفات فعلا اللي هم بص لحد 6 7 و8 مش موجودين هنا، خلي بالك ما كانش لسه اتحطوا. وكنا عدلنا باين احنا في 5 لا احنا كريتنا 7 و8 وعدلنا في 5 هيبان هنا. بص هنا اتحط ايه بس اهو 7 و8 وعدلنا في كام؟ 5 فمحطوط هنا الحاجات اللي اتعدلت. بس هعمل انا بص انا هرجع اول باك اب. بص تقدر هنا عايز ترجع الباك اب كله ماشي، عايز ترجع فايلز معينه جوه هذا الباك اب ماشي براحتك اهو. انا هرجع الاي كله نيكست. خش بقى في ادفانسد يقول لك ارجعه لك للاوريجينال لوكيشن. يعني انا دلوقتي عندي الباك اب متخزن في الاف، كان متاخد لايه؟ للاي. عايز تخزن افر انت الباك اب ده عايز تحطه في السي في الدي اي، انا هقول له لا ارجعه لي للاوريجينال لوكيشن نيكست. طب هنا بيقول لي ايه؟ افرض الملفات اللي جوه الباك اب اللي هي نيو تكست دوكيمنت 1 و2 و3 كان موجود ملفات زيها بنفس الاسم في المكان اللي انت اخترته، اعمل ايه؟ يعني افرض كان فينا ملف نيو تكست دوكيمنت نيو، مش دول كده ملفين بنفس الاسم اللي هيبقى موجود في الباك اب اللي هنعمل له؟ ها بص ارجع كده للباك اب هنا في ملف نيو تو. طب ما كده يحصل كونفليكت ما بين ده وما بين ايه؟ ما بين ده. فهو بيسالني بقى اعمل ايه؟ هو بيسالني انت هترجعه الي في الاكزيستنج فايلز. خلاص بقى بص طالما الملفين دول موجودين يبقى مش هرجع اللي شبههم في الباك اب، مش هسيب دول خلاص، واللي شبههم في الباك اب مش هايها مش هرجعها، بس هرجع الباقي. ولا ريبليس يعني هشيل الاثنين دول واحط اللي زيهم فين؟ في الباك اب. ولا اقارن يعني اشوف انهي الاحدث. بعرف ازاي ده اتكريت وتعدل امتى؟ اخر مره تعدل فيه امتى؟ لسه حالا احنا مكريتين ومعدلين فيه صح كده؟ فاكيد ده احدث من اللي ايه؟ من اللي جوه، فيحتفظ بالاحدث. الاحدث هنا هيقارن والادم يرميه خلاص مش عايزه مش هيرجعه.
موجود في الباك اب مش هيرجعه لو هو موجود فيه. طيب انا هقول له لا انا عايزك تريبليس كده المفترض، او احنا بالنسبه لنا لو اصلا ما عندناش التو فايلز دول يبقى ساعتها مش هيفرق معاك تختار اللي انت عايزه، صح كده؟ ما هتختار ده هتختار ده هتختار ده في الاصل مفيش حاجه. فانا هقول له ليف نيكست، ارجعه لك بنفس السكيورتي. دي اهم حته بقى. بص لو الفول البارتيشن ده كان جواه الفولدر اللي اسمه هوم، فاكر هوم اللي كنا بنجري كاري جواه ام كامل واي كامل واس كامل، ويطلع عينينا عشان نظبط ام كامل محدش يعرف يفتحه غير ام كامل واس كامل، يقوم جاي مرجعه لك بنفس شغل السكيورتي اللي انت كنت عامله عليه. دي ميزه رائعه بقى هنا، تمام كده؟ الميزه دي مش موجوده في الكوبي بيست. يعني لو انا كنت خدت الداتا كوبي بيست زي ما هي والداتا اللي هنا ضاعت ورجعتها تاني هتلاقيها مش بنفس السكيورتي بالمشي. نيكست فينش. بص ايه اللي هيحصل دلوقتي، حضرتك هتلاقي الملفات لحد 6 رجعت، خلي بالك 7 و8 مش هيرجعوا لان هما في الباك اب الثاني، انا رجعت الباك اب الاولاني، و5 هيرجع بس بصيغته ايه؟ القديمه قبل التعديل، القديمه قبل التعديل. لو سيادتك بقى عايز التعديلات تعالى على الباك اب بتاعك. اين ذهب الباك اب؟ دبل كليك عليه قول له معلش بقى الله يكرمك انا عايز ريستور كمان الباك اب الثاني اللي هو ده في التعديلات اللي حصلت بس. نيكست. بص بقى اخزنها في نفس المكان اللي انا اخترته اول مره، عشان اخترت اول مره اوريجينال لوكيشن يبقى لازم اختار برضو هنا اوريجينال ايه لوكيشن. خد بالك ده كده اهو اوريجينال لوكيشن. طيب نيكست، تفتكر هنا اختار انهي اوبشن بقى؟ ليف اكزيستنج فايل ولا ريبليس ولا ريبليس اكزيستنج فايل؟ ازاي بقى؟ يعني بص خمسه ده موجود هنا بصورته القديمه قبل التعديل، وموجود في الباك اب بصورته الجديده بعد الايه؟ التعديل. لو قلت له ليف اكزيستنج هيلاقي خمسه اللي في الباك اب اللي هو الحديث هيعمل كونتراكت مع ده؟ صحيح. طب انا قايل له ليف اكزيستنج معناها ايه؟ يعني خلاص خلي ده وارمي اللي في الباك اب. يبقى خمسه اللي بعد التعديل مش هيرجع. معايا ولا يبقى انا المفترض اختار ايه؟ والله انا شفنا ما اختار. ايوه نختار ايه يعني؟ طيب ريبليس. ريبليس صح كده؟ ريبليس ليه؟ عشان يستبدل خمسه القديم ده بخمسه الجديد اللي فين؟ اللي في الباك اب، صح كده؟ صحيح. يبقى اقول له هنا ايه؟ ريبليس او ريبليس اكزيستنج فايل if they are older than the backup file. next رجعه برضو بالسكيورتي. next finish. بص بقى هتلاقي 7 و8 رجع و5 ده اتبدل بخمسه ايه؟ بخمسه الجديد. بص 5 ده اتبدل بخمسه الجديد اللي انا خزنته جوه ده، و7 و8 رجعت الداتا لاصلها ولا ما رجعتهاش لاصلها؟ رجعتها لاصلها. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ شفنا كده ايه الفول باك اب والانكريمنتال باك اب. بص بقى اخترعوا بعد كده نوع اسمه ديفرنشال باك اب. ريد ديفرنشال ده في مشكله في الانكريمنتال باك اب، ان انت لو اول يوم اخدت فول باك اب وقعدت بعد كده يوميا تاخد ايه؟ تاخد انكريمنتال. اخر الشهر هيبقى عندك كام باك اب من نوع انكريمنتال؟ هيبقى عن بالظبط 29 باك اب من نوع انكريمنتال، واول يوم واخدين فول يبقى عندك واحد فول و29 انكريمنتال. ولو فرضا بعد انتهاء الشهر البارتيشن ده اتحرق، لازم تعمل ريستور لايه؟ للفول ولكل الانكريمنتالز اللي ايه؟ اللي عندك. تمام كده؟ فعشان كده قال لك طب بص ما تيجي نعمل باك اب من نوع ديفرنشال. بص الديفرنشال ده بيعمل ايه بقى؟
نشوف الدفرنشال دلوقتي، هنرجع الداتا تاني. اول يوم كان عندي ايه؟ كان عندي واحد واثنين ثلاثة واربعة، خدت منهم بقى فل صح كده؟ في اي واحد من دول هيبقى قدام حرف ايه؟ وكده حرف الايه اللي هيحصل فيه؟ هيتشال. طيب اليوم اللي بعده كريت خمسة، هاخد ايه بقى المرة دي؟ ديفرنشال. ديفرنشال خمسة ده لما هيتكريت هتلاقي قدامه حرف ايه؟ حرف الايه. بص بقى الديفرنشال زي وزي الانكريمنتال، بيشوف بس الملفات اللي قدامها حرف الايه وياخد منها. بس الفرق ايه بقى؟ ان الديفرنشال ما بيشيلش حرف الايه، الانكريمنتال كان. هتشوف ليه دلوقتي. طب يبقى كده هاخد باك اب من ايه بس؟ من خمسه فقط. طيب اليوم اللي بعده كاريت ست، لما هكاريت ست، ست ايه اللي هيحصل فيها؟ يبقى قدامه حرف الايه. بص بقى لما هتاخد ديفرنشال باك اب اليوم اللي بعده، خد بالك بس هاخد باك اب من ايه؟ من الحاجات اللي قدامه حرف الايه. يعني هيعيد خمسة تاني، ها؟ وست. طب بص اليوم اللي بعده عدلت في تلاتة، لما هتعدل في تلاتة هيرجع له حرف الايه. اليوم اللي بعده هياخد ايه؟ ده هياخد تلاتة وخمسة وست، صح كده ولا ايه؟ طيب اخر الشهر هيبقى فيه ديفرنشال باك اب، في ايه بقى؟ في التعديلات اللي حصلت على مدار الايه؟ الشهر كله. طب الموضوع ده ميزه ولا عيب؟ واضح ان هو عيب، لان بص خمسه خدنا له باك اب، بناخد له باك اب تاني، بناخد له باك اب تاني. هو ميزه وهيريحك في الريستور، لان في الريستور لما اجي اعمل باك اب مش محتاج غير اول باك اب، ها؟ واخر باك اب، وكل اللي في النص ملوش لازمه. لكن في الانكريمنتال كنت محتاج كل اللي في النص. هنا بقى انا محتاج اول باك اب واخر باك اب فقط. هيريحني في عمليه الريستور. انا ممكن اعمل ايه كمان؟ ممكن اخلي الباك اب بتاع ده لما يجي يتاخد يأوفر رايت ده، يعني يمسح ده ويحط ده بداله. طب واليوم اللي بعده يقوم جاي ماسح ده وحاطط ده ايه بدل. بالظبط. فهنا بقى هخلي ده اوفر رايت اللي ايه اللي قبله، بحيث ان انا في النهايه لما افتح الاقي عندي الفول باك اب وهو ديفرنشال باك اب ايه، اخر واحد بس اللي هو اخر واحد فيه تعديلات ايه الشهر كله. وصلت؟ فده بالنسبه للديفرنشال. تعالى كده نجربه عملي. خلي بالك الكلام اللي انا بشرحه ده ما ينطبقش على 2003 بس، ده ينطبق على برامج باك اب كتيره. يعني انا يعني هتقول لي هو في حد بيستعمل 2003 دلوقتي؟ ده كلام عام. يعني مثلا انت لو جيت فتحت البرنامج ده اللي هو باك اب فور اول، ده لما تيجي تسطبه وتستخدمه عشان تاخد باك اب، تلاقيه كده في البدايه يقول لك هو انت عايز تاخد باك اب من نوع ايه؟ انكريمنتال ولا ديفرنشال ولا فول ولا نور، واخد بالك؟ فالحاجات دي انت دارسها فعارفها. ده كلام عام ينطبق على كل برامج الايه الباك اب مع بعض، الاختلافات بقى الفرديه ما بين واحد والتاني. طب نرجع تاني هنا، المره دي بقى انا هعمل ايه؟ بص اروح على ماي كمبيوتر. طبعا احنا لسه عاملين ريستور، فالداتا دي كانها لسه جديده، يعني كلها قدامها حرف ايه؟ حرف الايه. فاحنا متفقين مع بعض ان اول باك اب هاخده هيبقى باك اب من نوع ايه؟ من نوع فل. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هفتح البتاع ديت، بص بقى انا هعمل حاجه لذيذه دلوقتي. نيكست. انا عايز باك اب. نيكست. عايز باك اب ايه؟ الاي كله. الايكول نيكست. هتخزنه فين؟ ممكن نخزنه في اي حته بس عشان يبقى ظاهر قدامنا.
هخزنه على الديسك توب واسميه فول باك اب. تمام كده؟ واقول له سيف نكست. ادفانسد اخليه من نوع ايه؟ نورمال اللي هو الفول. نكست نكست دي مش فارقه معانا. نكست فينش. ده فول ايه؟ ها فول باك اب. ده جوه ايه دلوقتي؟ جواه 2 و3. وبص ايه اللي هيحصل في حرف الايه؟ اختفى. تعالى بقى ايه؟ نكريت فايل جديد ونعدل في 5 ونعدل في 6 ونعمل ريفرش كده. بقى في 3 ملفات قدامهم حرف ايه؟ سواء خدت انكريمنتال او ديفرنشال ياخد الثلاثه دول بس. بس الانكريمنتال هيشيل الايه؟ الديفرنشال مش هيشيل الايه. فاقول له كلوز. بص بقى هعمل ايه دلوقتي؟ جاي فاتح برنامج الباك اب. نكست. اقول له انا عايز باك اب. نكست. ليت مي تشوز. نكست. جاي انا عايز باك اب مين؟ عايز باك اب الايه. نكست. هتخزنه فين؟ على الديسك توب. بس المره دي هسميه ايه؟ هعمل ملف تاني. دوت ديفرنشال دوت بكيف. سيف. نكست. ادفانس. اقول له انا عايز ده من نوع ايه؟ ها ديفرنشال. نكست نكست. بص هقول له ايه؟ ريبليس. يعني الباك اب الجديد بتاع تاني يوم يريبليس الايه؟ القديم. نكست. المفترض بقى المفترض يعني ان انا اقول له ليتر واسميه مثلا ديفرنشال او اي اسم وفي السكيدول اظبطه يوميا في الوقت اللي سيادتك عايزه. انا هظبطه 6:31 عشان نشوفه هو بيشتغل دلوقتي. انت مين؟ انا يا عم ده. اوكي يس فينش. مفترض 6:31 اللي هيحصل هيفتح ياخد باك اب من مين بس؟ من الثلاثه دول بس. مش هيشيل حرف الايه. تمام كده. انا بقى ان شاء الله لما تحصل مشكله هو راح فين؟ عشان لسه ما بداش هيعمل لي واحد هنا اسمه ايه؟ لما ان شاء الله تحصل ازمه والبارتيشن يطير اقوم جاي فاتح الفول عامل له ريستور وبعد كده افتح الديفرنشال هما 2 باك اب بس عندي رجع كل حاجه لاصلها. تمام كده. مستنيين بس اول ما يجي 31 يفتح لوحده ويشتغل. اها فتح لوحده. بص بقى عمل لك هنا واحد ديفرنشال هم دول الاثنين باك اب اللي معايا. لو فرضا بقى بص عايزك تلاحظ كمان حرف الايه؟ ها؟ ما جاش جنب مع اني خدت لهم باك اب عشان تاني يوم هبقى اخد باك اب ليهم وللجديد اللي معايا. تمام كده؟ لو فرضا ان سيادتك مسحت كل دول اهو مسحوا تقوم جاي فاتح اول واحد اللي هو الفول تقول له نيكست. انا عايز اعمل لك ريستور. نيكست. انا عايز اعمل اللي هو الفول ده. نيكست. ادفانسد للاوريجينال لوكيشن. ماشي مش فارقه. ماشي ماشي. هيقول لي وانا اخترت ايه؟ بس تعال نشوف كده ورجع حتى 5 بالتعديلات اللي هنا. طيب نوم داخلين على بقى ايه؟ ديفرنشال نكست ريستور نكست. عايز ارجع ايه؟ الديفرنشال. طبعا الديفرنشال ده هتلاقي جواه الثلاث ملفات اللي احنا عدلنا فيهم بس. ادفانس للاوريجينال لوكيشن هنا بقى لازم اقول له ايه؟ ريبليس. بص هتلاقي هنا
نصبر على شوية. رجعيها 9 و5 و6 بالتعديلات اللي احنا عملناها. وصلت؟ يبقى احنا كده اخدنا 3 انواع من الباك اب مشهورين اللي هم ايه؟ تاني بقى اهو يتشوز ماي دوكيمنت او سوري ماي كمبيوتر الاي نيكست نيكست ادفانسد النورمال باك اب او الفول الانكريمنتال باك اب الديفرنشال باك اب. الديلي باك اب ده ايه؟ الديلي باك اب ده باك اب بياخد حاجه بياخد باك اب من الداتا اللي تم تعديلها النهارده. يعني فرضا ان احنا مظبطين البرنامج يعمل باك اب يوميا كل يوم الساعه 9 او كل 3 ايام تمام كده. فانا النهارده بالذات خدت باك اب لداتا مهمه قوي مش عايز استنى لما يجي ميعاد الايه الباك اب. فقوم جاي قايل له بقول لك ايه الداتا اللي اتعملت النهارده دي خد لها باك اب. فهو بيشوف الداتا اللي تاريخ التعديل بتاعها النهارده وياخد منها باك اب تمام كده ومالوش دعوه بحرف الايه ما بيجيش جنب حرف ده حاجه كده مستعجل. ها طب الكوبي باك اب ده ايه؟ الكوبي باك اب ده شبه النورمال باك اب بالظبط بس النورمال باك اب بعد ما بياخد باك اب بيعمل ايه؟ بيشيل حرف الايه. لا الكوبي باك اب ياخد لك باك اب من الداتا وما بيبصش اصلا على حرف الايه ولا بيشيل ياخد باك اب من كله تمام كده. احنا عاده بنستخدم الايه النورمال لو انت ناوي بعده تستخدم ايه الانكريمنتال عشان ده يشيل ايه وده يبص على بس اللي قدامه حرف ايه الايه. لكن لو استخدمنا كوبي باك اب اللي هو يعادل الفول ما بيشيلش الايه كده. لو خدت اذا جيت تاخد انكريمنتال ها الاقي كل الملفات قدامها حرف الايه يعني كانك بتاخد ايه كانك بتاخد فول باك اب صح ولا ايه؟ فده بالنسبه احنا عايزين نستخدم النورمال والانكريمنتال او الديفرنشال دول او دول نادرا لما بيتم ايه استخدام. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ ده كده الشغل على ال 2003. نروح بقى من اول ال 2008 2012 2016 عايزين نعمل نفس الكلام برضو نفس القصه. ماشي طيب نوقف الفيديو ده على كده ونبدا كده في فيديو نشرح فيه الشغل بقى على ال 2016.